مدرب دفاعي. تعليق سمعناه كتير وقت الكلام عن الأسطورة محمود الجوهري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، واللي رحل عن الدنيا يوم 3 سبتمبر 2012 بعد مشوار تاريخي كانت فيه محطات كتير بقت في الصفحات الأولى لتاريخ الكرة المصرية، بسبب مباراتين تقريبا. كانت الأولى قدام أيرلندا في كأس العالم 90، وكانت التانية قدام الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2002. اختار البعض انه يحط مدرب قدم اشكال هجومية متنوعة ومبهرة في خانة اكد معظم النجوم اللي لعبوا تحت قيادته انها بعيدة تماما عن الحقيقة. احمد حسام في الصورة، واحمد حسام الهدف الاول، احمد حسام يدخل الهدف الاول. اعزائي المشاهدين، ناس كتير بتقول ان كابتن جوهري كان بيلعب كرة دفاعية، ودي اكبر اشاعة طلعت على اي مدرب في العالم. كابتن جوهري ماتش ايرلندا والاسلوب اللي اتلعب بيه ماتش ايرلندا ممكن اللي طلع الكلام ده. في شويه ناس في مصر ساعدوا ان هم يطلعوا الكلام ده. انتوا عارفين ان كابتن جوهري كان اكيد ليه اعداء وهو شغال. كابتن جوهري كان بيلعب كره هجوميه بحته. تصفيات كاس عالم 2002، بطوله كاس الامم 98، حتى كاس القارات، كل الماتشات كان بيلعب كره هجوميه. في وقت ما كان بيلعب 4 4 2 باتنين باكين بيطيروا. الاثنين لعيبه اللي على نص الملعب كان معظم الوقت فيهم احمد حسن، كان وانتوا عارفين احمد حسن على طول طاير. انا واحد من الناس حققت بطولات محليه وافريقيه مع نادي الزمالك، احترفت، لعبت دوره اولمبيه، وصلت نهائي كاس عالم ناشئين، لعبت في بطوله اوروبا، عملت انجازات الحمد لله راضي عنها. ولكن اشوف ان من افضل انجازات الواحد حققها كانت التدريب تحت ايد مدرب زي كابتن محمود الجوهري. الراجل ده قلل الجاب او الفجوه الكبيره اللي كانت بين الكره المصريه والكره العالميه. ده مش كده وبس، ده كانت في فجوه كمان بين الكره المصريه والكره الافريقيه. احنا ما كناش بنعرف نلعب قدام تونس، وكنا فاكرين ما حدث في تصفيات كاس العالم 78 في الارجنتين، ما كناش بنعرف نلعب قدام المغرب، ما حدث في تصفيات كاس العالم اللي بعد كده، ما كناش بنعرف نلعب قدام الجزائر. احمد حسام يفوت حلو، احمد حسام لاحمد حسن، لكن بلال الدزيري عامل واجب الدفاعي في الجبهه اليسرى، واحمد حسن استخلصها حلوه قوي. ده محمد بركات وعدى بركات ولف كره حلوه وعصت الخبري. مفيش حد في العالم كان يتخيل ان المنتخب المصري اللي قاده الجوهري في كاس العالم 90 ممكن يواجه المنتخب الهولندي بطل اوروبا بتشكيل هجومي. مباراه فاجئت اساطير هولندا، كومان، رود خالد، فان باستن وريكارد وغيرهم. كان المنتخب المصري قريب جدا في معظم فتراتها من الفوز، وكافئوا القدر بهدف تعادل من ضرب الجزاء علشان يحقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. المباراة دي ما كانتش استثناء، لأن الجوهري نفسه هو اللي لعب بطريقة فريدة ساهمت في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 98، واكتساح الجزائر بخماسية في تصفيات مونديال 2002، وقبلها تاريخ عظيم مع الأهلي والزمالك، اللي بقى المدرب الوحيد في التاريخ اللي يقودهم للتتويج بكأس أفريقيا للأندية الأبطال. وبعدها لما أعاد صناعة الكرة الأردنية في تجربة تاريخية. تقدم لي اللاعب خالد سعد وكرة معاه، يا سلام، حولها، جول جول جول. بعيدا عن الشغل الفني والشغل التدريبي في الملعب وفي المباريات، يعني كان الكابتن الأب والإنسان اللي كان يحتضننا دائما وأعطانا شغلات، يعني له فضل كبير علينا إحنا كلاعبين وحاليا كمدربين. هجومي أو دفاعي، الجوهري بشهادة كتير من النجوم اللي لعبوا تحت قيادته كان مدرب سابق عصره. كابتن جوهري الله يرحمه كان أسطورة عمرها ما هتتكرر ابدا، كان سابق عصره على المستوى الفني والمستوى التكتيكي وعلى المستوى النفسي في التعامل مع اللعيبه. الله يرحمه كان عبقري، وكان راجل عنده نظام صارم بشكل كبير جدا، بس كان معاه ميزان ان هو الصرامه دي ما تتعداش لاين معين وخط معين علشان ما يخسرش اللعيبه. من ضمن الحاجات اللي تخليك تقول ان الكابتن جوهري كان سابق عصره هو فكرة
التكتيك اللي لعب بيه منتخب مصر بوركينا فاسو سنة 98، لأن منتخب مصر الحقيقة لعب 4-2-3-1، كان أول منتخب أنا فوق النظري في العالم. إحنا بنتكلم على كلام ده 22 سنة دلوقتي، العالم كله تقريبا بيلعب 4-2-3-1. الجوهري ما كانش بس سابق عصره فنيا، لكنه كان سابق عصره في طرق تحضيره للمباريات، سابق عصره حتى في تعامله النفسي مع اللاعبين. بدر رجب طويلة لعبة جامدة وجول، الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق، الجول الأول للنادي الأهلي. ماتش القيم والأخلاق والمبادئ باللعيبة اللي عملت اضراب مع الكابتن جوهري والكابتن صالح رحمة الله عليه، خد قرار بإيقافهم. رجع الكابتن جوهري، طبعا كلنا لعيبة صغيرة كلنا كنا خايفين جدا ومرعوبين جدا على لاعب الزمالك بكامل النجوم. الكابتن جوهري بخبرته وبقيمته كمدرب عمل لنا مسح ذري للفكر ونفسيا، يعني السيكولوجيا دي لعب عليها جامدة جدا. حسينا ان احنا داخلين الماتش كسبانين قبل الماتش بثلاث ايام، عملنا لنا معسكر وحسينا ان احنا كسبانين وربنا كرمنا ودخلنا وكسبنا المباراه وشلنا الكابتن جوهري على الاعناق. الجوهري يحمله لاعبو الاشبال على الاكتاف ويتوجهون به الى مدرج جمهور النادي الاهلي. 8 سنين عدوا على رحيل الجوهري، 8 سنين عدوا على رحيل مدرب ساب اثر كبير في نفس كل لاعب اتدرب تحت قيادته، 8 سنين عدوا على رحيل مدرب صنع تاريخ عظيم للأهلي والزمالك ومنتخب مصر وساب ذكريات ملهمة في كل تجاربه الخارجية. تعلمنا منه كلاعيبة وتعلمنا منه كمدربين وكإنسان، برضو تعلمنا منه التواضع، كان متواضع جدا برغم قامته وقيمته، لكن كان متواضع جدا جدا، بيحترم الصغير قبل الكبير. يعني احنا تعلمنا منه شغلات كثير، بنقول الله يرحمه ويحسن إليه. 8 سنوات مروا بسرعة شديدة جدا، أسأل المولى عز وجل أنه يتغمده برحمته الواسعة إن شاء الله. الله يرحمك يا كابتن.